السلام عليكم شباب. المرة دي يعني اشتغل على الشابتر التاني للشيت بتاعه، الرسمة بتاعت بي 215. تمام، هو ده الشكل اللي عندي، في فريم خارجي وفي سلوت في النص اهوت، بحيث ان الكيرف ده او الارك ده اللي هو تانجنت مفروض للرأسي والأفقي، والريدس بتاعه 50، هيبقى موازي ليه ارك تاني موازي ليه، فيعمل لي زي سلوت كده في النص في array من الايه من فتحات او الهولز اللي هي قطرها 12 ومنها 7، في هول كبيره فوق 30. والمفروض ان احنا نديله سكنس لما نيجي نعمل اكسترود 5 مللي، يعني لو احنا اليونتس اللي عندي دي بالمليمتر. احنا فاتحين اوريدي الايميل، فاتحين السوليد. طبعا احنا فتحنا خلاص، هنعمل الفرونت فيو، هنرسم. فاحنا عندنا ايه، هنرسم الرسمة بتاعتي. هناخد الاول لاين، نرسم الفريم اللي بره، هنطلع من هنا مسافة، المفروض المسافة دي تقريبا 110 يعني، وندخل طول تاني تقريبا 60، ننزل مسافة هو قايل لي إن هي 30. بص هنا، لو احنا احنا بنحاول دلوقتي نرسم تانجنت ارك، يعني لو احنا طلعنا كده لبره ممكن نعمل لي تانجنت ارك، نحاول نجيبه تانجنت ارك اهوت، او ممكن نطلع نجيب تانجنت ارك من فوق، يعني مش دي قصة. المفروض الارك بتاعنا الريديس بتاعه 50 يعني، مش عارفين يعني، وهندخل بعد كده منه بلاين تاني مسافة، وننزل مسافة لحد ما نرجع تاني للارك. ده التشين اللي بره، احنا ممكن نحط دايمنشنز مبدئيا المسافة دي كده 155. الرأس ده المفروض 110، دايمنشن تاني اهوت، مش عارف مشكلته دايمنشن. احنا هنحط نصها بس 55، ساعات بيقبل من النص يعني، العرض بتاع ده كده 60. هننزل من الـ60 كده يمين، في هو قايل لي 30، الرأس ده 30، والارك ده هو 50. الرأس اللي جنب منه ده مفروض 30 لو آخر مسافة دي. نصها 15، ساعات بيحط دايمنشن من ال هاف لاين ده. الشكل ده كده الايه الشكل اللي بره. احنا عندنا هنا على بعد 30 ممكن نرسم خط تاني، يعني اللي هو الجزء ده، يعني اللي احنا ممكن خلاص اوكي ده، احنا هنعمل لاين، اللاين ده يعني من هنا اهوت، يعني هنمسر سبلاين، لا خلينا نطلع لفوق، المفروض هنطلع 30 برضو، وهندخل خلينا ده دلوقتي، ونعمل اوفست للكيرف دوت المسافة على بعد 20، هو ال للأرك لللاين داوت. لا احنا مش عايزين تشين الأرك ده بس، هنعمل ريفرس للدايركشن لجوه. احنا مظبوط، احنا هنعمل لاين تاني
تمام. عايزين اللاين ده المفروض هوريزونتال يعني. احنا عندنا اهو اللاين ده المفروض من هنا كده كده. طيب سكيب. طيب تمام احنا اللاين ده ديليت، اللاين ده برضه في مشكلة ديليت. وده المفروض هنرسم لاين من هنا وبعدين اطلع رأسي. المفروض ال distance دي 30 صح؟ add ال curve دوت. tangent horizontal في بعض هنا مدخلينه زيادة. relation ده tangent. طيب ده ايه المشكلة فيه؟ وده tangent tangent في ريليشن هنا محتاجين ان احنا نظبطها. ده horizontal دي مسافة 20 زي ما هو قايل. طيب احنا يعني مش لازم ندخل بعد على اساس انه تانجنت. دلوقتي احنا عندنا الهول اللي فوق الديستنس دي الاول، البعد ده كده المفروض 30، هو اوريدي متعرف المفروض 30. برضه هيحط لي المسافة دي نصها 15، خلاص مش محتاجين الطول ده. المفروض يعني ان هو مسنتر ده كده في النص. يعني بداية السيركل دي البعد ده كله 155، لو طرحنا منه 120 بقى لي 35 على 2، المفروض البعد ده 17.5. يعني انا لو خدت البعد من الأرجن ده للأرجن ده بس ال من النقطة دي النقطة دي هي دي المفروض 17.5. ده ناقص عشان عدل المسافة دي. المسافة دي لو أنا اتحركت من هنا 30 أنا أعمل سيركل. خلاص احنا محتاجين سيركل هنا. طيب بتاعها بيساوي 30. المسافة الأول نحط دايمنشن عشان للسنتر 30. طبعا احنا لسه عايزين نسنتر الدايرة دي. المسافة دي كده كام؟ المفروض 20. والمسافة دي برضو من السنتر ده السنتر ده دي كده المفروض 30. نرسم سيركل تاني بقى الدوائر اللي تحت. المفروض في المنتصف بتاع المسافة دي يعني بعد 15
دي سيركل القطر بتاعها بيساوي 12. طيب دايمنشن بتاع دي 12. ومن السنتر ده للسنتر بتاع الدايرة في النص، فتبقى دي 15. احنا عندنا هنا في array لستة، بعد كده في array بس اللي هو linear. المفروض احنا عايزين في ال x axis بس ال ends اللي احنا هنعملها array دي عندنا مفروض ستة، والمسافة بين كل واحد 26 عشان يبقى 120، مسافة 20 ملي. تمام، فاحنا وقت 1 2 3 4 5 6، المفروض هما 7. هو بيعد من بالأصل كمان. ده كده الإيه الشكل اللي عندي، يعني 155 مسافة دي. المفروض احنا ممكن نعرف دي ب15. هو السنتر احنا غلطنا بس في حاجة، ان السنتر بتاع اول دايرة دي المسافة من اول دايرة اللي هنا المفروض دي 20، ودي كمان ب20. يعني احنا غلطنا هنا في حاجة، واحنا بنعرف ان المسافة دي المفروض ب20. عدل دي، ممكن نخليها ب20 مش مشكلة. قايل لي خدتش بالي. ممكن نعرف المسافة دي برضو بين السنتر وتحت. المسافة بين الدايرة دي وتحت المفروض 20، أو نحط دايمنشن هنا. احنا ممكن نعمل حاجة تانية، بلاش نحط دايمنشن، خلاص اسكيب خالص من الدايمنشن. احنا ممكن نضغط على السنتر ده، تمام، والنقطة دي نقول خلاص نطلع من دايمنشن. هنضغط على السنتر ده بتاع الدايرة والسنتر دي، نعمل كنترول، الاتنين دول المفروض vertical. احنا كده هنعرف احنا حاطين لها بعد، المفروض نمسح ال dimension اللي هو فاهم كده ان هي اتعرفت مرتين. نمسح ال 17.5 الأول، تمام، او ال 17.5 دي نعملها delete. تمام، فهو كده هينقلها. ده الشكل اللي عندي ال 2D. احنا ناقص بس ان احنا نحط fillets يعني الفيلتس اللي عندي، في هنا فيلتس وفي هنا فيلتس. يعني هو قايل لي الفيلت ده بكام، في فيلت صغيرة يعني هنا اهوت 1 2 3 أربعة خمسة يعني 6 7. يعني احنا بس عشان الوقت ممكن نعمل الفيلتس كلها زي بعض. على فكرة الفيلتس في ال 3D بيبقى أسهل بكتير. مش قايل لي بكام، خليه مثلا 4 مللي، خليه مثلا 4 4 ملي. تمام، البوينتس اللي احنا عايزين نعملها فالت هنا، احنا ممكن نعمل كمان ان الفلت ده واضح ان هنا مفيش فيلم. تمام، انا ممكن اقول له اكزيت من السكتش ونعمل اكسترود في المسافة اللي هو قايل عليها، هي بتساوي 5.
كده دي الرسمة بتاعتنا PL3D. أتمنى يعني يكون الجزء ده واضح، ونحاول نرسم الكلام ده بإيدينا عشان نتمرن أكتر يعني.